السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء، وأسأله بفضله ومنه وكرمه أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباع الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأل الله سبحانه وتعالى يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدروس العلمية، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه كتب رسالة لابنه يوصي فيها بطلب العلم، وأطال على ما هي عادة ابن الجوزي رحمه الله تعالى، يطيل في الكلام. فعندما انتهى من هذه الرسالة كتب في آخر الرسالة، قال: وألخص لك هذه الرسالة في كلمتين، ألخص لك هذه الرسالة في كلمتين، في قوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. العبد إذا اتقى الله سبحانه وتعالى فتح الله سبحانه وتعالى عليه أبواب العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. ولهذا يعني كان درس هذا اليوم في هذا، في التوحيد، أن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى، إذا أخلص لله سبحانه وتعالى، فتح الله سبحانه وتعالى عليه في العلم. الآن لو ننظر في حال الأئمة مثلا، يعني لو جئنا مثلا في حال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى ورحم الجميع، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى من طلاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي جاء الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إليه، والشيخ كبير وبن عثيمين صغير. كان هناك أكثر من طبقة تقدموا على الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، منهم الشيخ البسام. فلكن سبحان الله، عندما يعني مات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، رفع الله سبحانه وتعالى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. لماذا؟ لو نبحث يعني في من كان عند الشيخ السعدي نجد من هم أقدم منه، من هم أعلم، من هم أحفظ، كذا كذا كذا. بماذا رفع؟ والله أعلم أن لا نستطيع أن نقول رفع بأي شيء إلا بالإخلاص، أنه أخلص لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الله سبحانه وتعالى قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. بماذا؟ قال: لما صبروا وكانوا يتقون. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فكيف نريد أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا في العلم دون أن نتقيه؟ ما يمكن والله. ننظر في حال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، في حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كل ما ازداد الإنسان تقوى وعبادة وتأله لله سبحانه وتعالى، فتح الله سبحانه وتعالى عليه في أبواب العلم. البعض يعني قد يشكل عليه أشياء، يعني البعض يقول: يعني أنا الآن تقدم بي السن العمر وبلغت مثلا 40. نقول: هذا ليس بشيء، هذا ليس بعذر. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يبعثوا على 40، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ القرآن وقام بالدعوة أكمل قيام. نشهد له عليه الصلاة والسلام وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم أدوا الأمانة ونصح الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده، ولم يقل: أنا لدي كذا، لدي أولاد، لدي كذا، بلغت من العمر كذا، ليس عندي إمكانيات، ليس عندي كذا. لا،
من يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد نرى أحيانا في كبار السن من هو أفضل من الصغار ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه. المهم عندنا أننا نبدأ بالتوحيد، نبدأ بهذا الطريق، نبدأ بالتوحيد كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله تعالى: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. باب البدء بالعلم قبل القول والعمل. إذا لابد نتعلم أولا، نتعلم التوحيد. نعبد من؟ نعبد الله سبحانه وتعالى. من خلقنا؟ الله سبحانه وتعالى. موصوف بالأسماء والصفات، الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالنقائص، يوصف بالعيب. ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. يبدأ أول ما يبدأ أي إنسان يريد يحفظ القرآن، أول ما يبدأ في القرآن يبدأ بماذا؟ يبدأ بالفاتحة، يفتتح بالفاتحة. ولهذا سميت الفاتحة، لأنه يفتتح بها المصلي الصلاة، يفتتح بها القرآن، يفتتح بها من يتعلم، من يريد حفظ القرآن. نبدأ بالفاتحة. لو ننظر في هذه الفاتحة نجد أن الفاتحة أول الآيات في سورة الفاتحة، بل القسم الأول، لأن بعض العلماء يقسم سورة الفاتحة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد، حتى الثاني وحتى الثالث، لأننا ذكرنا فيما تقدم أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال أن التوحيد لا تخلو منه آية، كل آية في القرآن ففيها التوحيد. فيبدأ عندما يقرأ الآن: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا في أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وعندما يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول: حمدني عبدي، يقول الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم يقول: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين يقول: مجدني عبدي. ثم يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله سبحانه وتعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذن إذا وحدنا الله سبحانه وتعالى استجاب الله سبحانه وتعالى لنا، فتح الله سبحانه وتعالى علينا أبوابا في العلم، في الخير، في التقوى، في أولادنا. نجد والله لو صنعنا هذا نجد البركة في أولادنا، في ذرياتنا، في أموالنا. في الإنسان يجد هذا في نفسه، في صحته، في ماله. لأنه قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن أهم ما يكون، بل أي عبادة من العبادات: الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، العمرة، قراءة القرآن، الأذكار، أي عبادة والله لا تقبل إلا بالإخلاص. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن كان يرجو لقاء ربه، الذي يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى ماذا يصنع؟ لابد من إخلاص. ولهذا ندرس التوحيد ومتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقرأ القرآن ولا يجاوز تراقيهم، ممن يقرأ القرآن ولا يجاوز تراقيهم. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني ما أصابوا الهدف، ونحن نريد إصابة الهدف، نصل إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى. فلا بد عندما نقرأ القرآن نفهم هذا الكلام. ولا يعقل أننا نفهم كلام البشر، نتعلم أحيانا اللغة الإنجليزية، نتعلم مثلا الآن كيف يشتغل الجهاز الاتصال هذا المحمول كذا. يعني عندنا بعض الإشارات في الطرق، من يقود السيارة يعرف هذه الأشياء. فكيف يعني هذا الكتاب دستور لنا وكلام الله سبحانه وتعالى ولا نتدبر ولا نعمل؟ لا، هذه طريقة من يمرق من الدين،
نسأل الله العافية والسلامة، وحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فما الواجب علينا؟ الواجب علينا سير على طريقة السلف، والسير على طريقة السلف ليست كلمة تقال باللسان، لابد يصدقها العمل. في كل يوم نحفظ القرآن، في كل يوم ننظر في تفسير هذه الآيات من تفسير مختصر، يعني لا نطالع مثلا تفسير ابن كثير أو القرطبي أو الطبري، لا، الطالب أول ما يبدأ في التفسير يبدأ بتفسير مختصر، تفسير الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا تفسير مختصر سهل واضح، ركز فيه المؤلف رحمه الله تعالى على العمل بالقرآن، وهذا هو المطلوب. وقد لا يستغرق يعني النظر في تفسير هذا، في هذا التفسير أحيانا 10 دقائق في تفسير 10 آيات. ونستطيع بهذه البرامج المطورة ولله الحمد والمنة اليوم أننا ننزل هذا التفسير الصوتي للقرآن، يعني تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى مسموع، ننزل على الجوال كأن الشيخ السعدي يقرأ علينا ونحن نستمع، وبهذا نستطيع ختم القرآن. يعني ختم القرآن حفظ وتدبر وعمل ودعوة بإذن الله تعالى، ونسير بهذا على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم. لكن بماذا نبدأ في التفسير؟ نبدأ بهذا الكتاب، نعم، يعني أي السور نبدأ؟ الأصل أن الطالب يبدأ بالسور التي تشوق هذا القارئ والدارس لسماع التفسير. يعني أول ما يبدأ، يعني مثلا لا يبدأ مثلا بسورة البقرة، خطأ، يبدأ مثلا بسورة القصص لأن فيها قصص تشويق، يبدأ بسورة مريم رضي الله عنها لأن فيها قصص تشويق، يبدأ بسورة يوسف عليه الصلاة والسلام، يبدأ بسورة الكهف لأنها تتكرر دائما علينا في كل جمعة. وبهذه الطريقة نستطيع أن نشوق الناس إلى سماع التفسير. عندما أستمع إلى آيات يقرأها الإمام مثلا في صلاة الفجر، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة التراويح مثلا، أستمع لتفسير هذه الآيات، أقرأ مثلا أو أحفظ اليوم إن شانئك هو الأبتر، لابد أعرف ما معنى إن شانئك. شانئك أي مبغضك، فإذا عرفت هذا ما تذهب عني هذه الكلمة. فأحيانا يعني بماذا أقدم، ماذا أؤخر، لماذا يعني يتقدم، أيضا هذا من التوحيد. يعني الآن جاء النهي عن قتل الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من إملاق يعني من فقر. الفقير الآن من؟ الوالدين. ويخاف الوالد أن الولد إذا جاء هو ليس لديه شيء، يخاف الولد إذا جاء أيضا لا يجد شيئا. فالمحتاج الآن للرزق من؟ المحتاج للرزق الوالد. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الآن من الذي يريد الرزق؟ الأب. إذا لابد يقدم نحن نرزقكم وإياهم. وعندما كانت الآية الثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إذا هنا الأب لديه مال لكن قليل، ويخاف يأتي الولد وتذهب الأموال، فهو خائف أكثر ما يكون على ولده. فالآن هنا لا نقدم الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فبالتوحيد، بمعرفة تفسير الآيات، بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، بالدعاء، نستطيع أن نحفظ القرآن، ويكون الواحد منا قرآن يمشي على الأرض، لأن الإشكال، كل الإشكال وأكثر ما يكون في العمل بالقرآن. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني إذا دخلوا بعض المدن، بعض القرى، بعض الدول، لا يصنعوا شيئا سوى التعامل مع الناس فيسلم الناس. عندنا في عهد قريب دول شرق آسيا، دول شرق آسيا دخل الإسلام إلى هذه الدول بماذا؟ بالتجار. ذهب التجار إلى هذه الدول وبدأوا يتعاملوا مع الناس، وإذا بدول شرق آسيا تدخل في الإسلام ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأنهم طبقوا القرآن،
عملوا بالقرآن، دعوا إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عليهم وما كانوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. حتى يقول البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يصنع شيئا مع أعدائه إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قابل هؤلاء بحسن الخلق لكفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليهم. لا يمكن أن إنسان يحفظ القرآن ويأتي بالشرك. يعني مثاله الآن عندنا إشكالات طامات، هناك من يعبد غير الله، هناك من يعلم الأولاد الصغار، عندنا إذا سقط له سن ماذا يصنع الولد الصغير؟ يستقبل الشمس ويأخذ السن وينادي الشمس، يقول يا شمس يا شموسة. يصنع عندكم هذا؟ نعم، في كل مكان. إذن عندنا من يعبد الشمس، إذن معنى هذا نحتاج إلى التوحيد. عندنا من يسمي بعض الأشجار يسميها عباد الشمس، أعوذ بالله، ما يمكن أن تكون إلا هذه عابدة لله. عندنا من يتطير، من يتشاءم، يعني مثاله بعض الناس يقول والله استيقظت اليوم ونفسي مقبوضة، ما يمكن هذا يكون في أهل التوحيد، في أهل القرآن. لا يمكن أيضا من يسب الرب، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ، يسخر ويلعب. هناك يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى من يأتي بالأدلة من القرآن، بآية القرآن أو السنة، ويتكلم بآيات أو بالأحاديث حتى يضحك الناس، يعني يحفظ هو الآيات ويستشهد أحيانا بهذه الآيات في أماكن حتى يضحك منها الناس، كن نكت يعني. فهذا ماذا استفاد من القرآن؟ والله استفاد الكفر الأكبر، لم ينتفع بهذا، لم ينتفع بقراءة القرآن. إنما المؤمنون من هم؟ الذين إذا ذكر الله، إذا ذكر الله وجلت أي خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إذا كان القرآن يتلى ولا يؤثر فيك ولا يزيد من إيمانك فاعلم أنك على خطر أن تكون من الذين قال عليه الصلاة والسلام فيهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم. لابد أن يؤثر هذا القرآن فينا، وكل ما في القرآن التوحيد. فإذا وحدنا الله حققنا أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والله انتفعنا بهذا القرآن. وهذا القرآن يعني الآن قيمة الإنسان، قيمة أي إنسان بما يتقن. يعني الآن بعض الناس يتقن النجارة، هذا يسمى نجار، يتقن الحداد يسمى حداد، يتقن اللعب والاستهزاء يسمى ماذا؟ ها؟ يسمى مستهزئ، لعاب يقال عنه، يكثر من الضحك، ضحاك، يكثر من قراءة القرآن والتدبر والعمل يقال عنه هذا قارئ، هذا حافظ لكتاب الله، يكثر من التوحيد يقال عنه موحد، يكثر من الاستغفار مستغفر، يكثر من الصيام ينادى من باب الريان. فكل من أتقن شيء عرف به. فنريد أننا نتقن ماذا؟ ما خلقنا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، لم نخلق لا للأكل ولا للشرب ولا للعب ولا للنوم ولا خلقنا لعبادة الله. أنزل الله سبحانه وتعالى علينا هذا القرآن لماذا؟ لنتدبر. ويسر الله سبحانه وتعالى لنا هذا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا ماذا بقي؟ لم يبقى معنا إلا أن نبدأ من اليوم. لا يأتي البعض ويقول أنا لا أستطيع، أنا أحفظ بعد سنة ممكن أو بعد سنتين
أو لعلي أراجع، لعلي كذا. من الآن نبدأ في كل يوم لابد نحفظ ولا انقطع الحفظ، لأن الطالب أول ما يبدأ بحفظ القرآن يبدأ مثلا يحفظ مثلا نصف وجه في الأول، ثم يستمر على هذا فترة حتى يحفظ وجه، ثم وجه ونصف، ثم يمشي على هذا، يزيد في كل يوم يزيد، لكن بشرط أن يواصل يوميا. لو انقطع أسبوع واحد عن الحفظ وأراد أن يرجع إلى الصفحة لا يستطيع، يرجع إلى نصف الوجه، يعني يرجع إلى المركز الأول الذي بدأ منه. لا، لابد نواصل، يكون عند الإنسان ورد يومي، حفظ يومي، تدبر يومي في الآيات. ثم بعد هذا لو كان لديه، وهذا المهم، من يحفظ عليه القرآن، يراجع عليه القرآن، لأنه هذا مهم، لابد نجتمع، لابد من الاجتماع، لابد نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. الآن نحن نقرأ في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك أعبد أو إياك نعبد. الأصل أن أقول إياك أعبد، لا، لماذا نقول إياك نعبد؟ أي يا رب نجتمع على عبادتك ولا نفترق، ولابد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليه، نجتمع على رب واحد سبحانه وتعالى، شريعة واحدة، كتاب واحد، نبي واحد عليه الصلاة والسلام، قبلة واحدة، أمة واحدة، كالجسد الواحد. فإذا اجتمعنا تعاوننا على البر والتقوى، أمرنا بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتفرق ولا نتنازع، نجتمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار، نسأل العافية والسلام، إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ لم يسأل عن الفرقة الضالة، سألوا عن الفرقة الناجية، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، سألوا عن الفرقة الناجية. قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة الذين اجتمعوا على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليه. وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنريد أننا نتقدم، يعني لا يمكن أن الطالب يبقى في القرآن 3 سنين 4 سنين، لا، ما يمكن. يقال والله أعلم أن الطالب يستطيع أن يختم في 6 أشهر، يختم الختمة الأولى، حتى وإن كانت هذه الختمة الأولى فيها شيء من الضعف، لا إشكال، لأن الطالب أول ما يبدأ بحفظ القرآن يكون لديه إشكال في الحفظ وإشكال في المراجعة. فإذا أتم الحفظ بقي عليه هم واحد وحمل واحد، وهو المراجع، يراجع الختمة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة هي الختمة يعني المعتبرة، ثم بعد هذا يبدأ يختم. هناك عندنا في هذه الأيام والله من يختم القرآن في كل 3، هناك عندنا في هذه الأيام من يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، عندنا في هذه الأيام من يحفظ القرآن ويحفظ الصحيحين ويحفظ ألفية ابن مالك ويحفظ كذا ويحفظ كذا ويحفظ كذا. طيب تميز عنا هذا بماذا؟ والله تميز عنا بشيء واحد، هو الإخلاص، هو التوحيد. لو وحدنا الله سبحانه وتعالى وكان لدينا همة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، نصبر على العلم، نصبر على التعلم، نصبر لما صبروا وكانوا يتقون. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرنا الحق حقا ورزقنا اتباع الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. والله أعلم، وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
والله هذا يعني السؤال يعني عندي فيه إشكال. يعني هذه الكلمات التقوى والإخلاص واليقين، يقول نعرف معناها. الإشكال، كل الإشكال نعم في التطبيق، نعم. فالعبد يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم يستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل. ننظر، ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا التطبيق العملي ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان السلف الصالح يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو ننظر الآن في صبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولد عليه الصلاة والسلام يتيما، ماتت الأم بعد الولادة، كان في كفالة جده، ثم مات الجد في كفالة عمه، مات العم، وماتت الزوجة الحنون خديجة رضي الله عنها التي قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم وناصرته بمالها وبنفسها، ومات الأولاد، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى بعد موته إلا فاطمة رضي الله عنها، وماتت بعد موته عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. أوذي، عودي، حوصر النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين في الشعب، نبي الأمة في الغار، هاجر من بلده عليه الصلاة والسلام، وصل إلى المدينة، ثم ظهر النفاق وبدأ أهل النفاق يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود والنصارى وضعوا له السم في طعام عليه الصلاة والسلام، شجوا رأسه، كسروا رباعيته، حرصوا على قتله عليه الصلاة والسلام، آذوه عليه الصلاة والسلام، حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه الأمور، ونجد عليه الصلاة والسلام صابرا محتسبا متفائلا راضيا بقضاء الله وقدره. فالنظر في السيرة يربي فينا هذه المسائل، يربي فينا التقوى، يربي فينا الإخلاص، يربي فينا اليقين. قال في اليقين عندما كان في الغار عليه الصلاة والسلام، وقال أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم إلى نعليه لرآنا، قال ما بالك باثنين الله ثالثهما. يقين عليه الصلاة والسلام، وإخلاص وتقوى وجهاد، وهو أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر يعني علاجا لمن يعني يرى من نفسه التقصير، التفريط، يعني عدم التطبيق أحيانا. العلاج عند شيخ الإسلام هو الاستغفار، يقول نكثر من الاستغفار، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان في المجلس الواحد يكثر من الاستغفار عليه الصلاة والسلام. لا بأس أن الإنسان، البعض يقول أنا لي يعني 10 سنوات في دور القرآن وما استطعت إلى الآن حفظ القرآن، لابد نبحث عن السبب، ما هو السبب؟ نرجع إلى مثلا أساتذة القرآن، لماذا أنا مقصر؟ لماذا كذا؟ ندعو الله سبحانه وتعالى، نواظب على الحلقات يوميا، نواظب على الحفظ اليومي، السماع أيضا، نستمع إلى الآيات اللي نقرأها ونحفظها، لو تكتب، لأن الحفظ هذا الحديث ليس كالحفظ القديم، الحفظ القديم كانوا يكتبوا الآيات في الألواح وتحفظ. فنحاول، والعبد يطلب من من؟ يطلب من الله سبحانه وتعالى، والله ميسر، أسأل الله سبحانه وتعالى ييسر للجميع. بالنسبة للمحاضرة وإلقاء الرجال على النساء، المحاضرات والخطب والدروس، الأصل يعني أننا نأتي بالضوابط الشرعية، وإذا كانت هناك ضوابط شرعية الحمد لله نسلم من كل شيء،
والشيطان يعني لا يكون له مدخل، وقدر المستطاع يعني إما يكون في غرفة مستقلة أو حجاب. أم المؤمنين عائشة وهي أم المؤمنين كانت تضع بينها وبين الناس حجاب، فنحن نمشي على هذه الضوابط الشرعية، وسأل الله التوفيق والسداد، ومن يتق الله يجعل له مخرج يرزقه من حيث لا يحتسب. تأخير صلاة العشاء، صلاة العشاء يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يصح أن تؤخر ما لم يخرج نصف الليل. كيف نحسب نصف الليل؟ ننظر المغرب يؤذن الساعة الآن تقريبا، يعني نقول الخامسة تقريبا، نقول يؤذن المغرب الساعة الخامسة والفجر يؤذن الساعة الرابعة مثلا، فنقول معنى هذا أن الليل عندنا في هذه الأيام 11 ساعة، تمام. النصف كم؟ 5.5. إذا بعد المغرب بخمس ساعات ونصف ينتهي وقت العشاء، هذا على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. إذا لا نؤخر العشاء إلى ما بعد هذا، بعد 5.5 من أذان المغرب. أما صلاة الفجر، صلاة الفجر الآن الأصل أننا نصلي الفجر في أول الوقت ولا نؤخر حتى تطلع الشمس، لأن هذا ليس بوقت الفجر أصلا، مجرد ما يبدأ قرص الشمس بالظهور أصبح الآن وقت الفجر، خرج عن وقته. ثم الصلاة هي يعني ركن من أركان الإسلام، عماد الدين، ولا يمكن أن نضيع الصلاة أو نصلي الصلاة كما نصليها المنافق في آخر الوقت أو حتى يخرج الوقت، لا ما يمكن، وبخاصة حافظ القرآن. أصلا لا يمكن لأي مسلم يصنع هذا أن يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها. وهناك تحذير يعني خطير من بعض العلماء، عندنا بعض العلماء يرى أن من أخر الصلاة عن وقتها قد يخرج من الإسلام، وهذا أمر خطير جدا ما يمكن. كان الرجل يؤتى به بين الرجلين، قال ولا يتخلف عن الصلاة إلا منافق، هذا في الرجال. والنساء يحافظن على الصلوات، نعم ولا شك، الأوقات عند الرجال وعند النساء شيء واحد، لا فرق بين الرجال والنساء في مواقيت الصلوات. بالنسبة يعني الآن للظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، وما من كان يعني لديه حاجة عند إنسان أو مظلمة يعني يأتي بالطرق التي جاءت بها الشريعة، إن حصل على حقه فالحمد لله، وإلا يستعين بالله سبحانه وتعالى. وهذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، والله أعلم. تعليم الأطفال القرآن، أنا كنت اليوم أتكلم مع أحد الشباب كان يسألني عن بعض الدول كموريتانيا مثلا، لأن البعض يظن أن موريتانيا هذه الدولة فيها الحفاظ طبعا، ويظن أن هذه الدولة كالجهاز، يدخل الإنسان من جهة يعني لا يحفظ شيئا، وأخرج من الجهة الثانية إمام يحفظ الكتاب والسنة والألفية وكذا. لا، الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرء عمله. في موريتانيا الأم عندما تربي الأولاد الصغار، الصغير الآن الصغير الرضيع عندما يبكي عندنا ماذا تصنع به الأم حتى تسكته؟ تأخذه بيديها وماذا تصنع عندنا؟ تغني، فينشأ الولد على الأغاني ترررررتة تقول له مثلا، صحيح، فينشأ الولد على هذا، على الأغاني وعلى الأناشيد.
في موريتانيا لا، في موريتانيا الأم تسكت الولد إما أن تقرأ له القرآن وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، أو تسكت الولد بالألفية، ألفية ابن مالك مثلا بالنظم، تقول له كلامنا لفظ مفيد كاستقم، يسكت على هذا، فينشأ الولد يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع المنظومات العلمية، ألفية ابن مالك أو سلم الوصول أو ما إلى ذلك، فيبدأ يحفظ. قد يقول البعض هذا رضيع، هذا إلى الآن لم يفطر. نقول طيب، لماذا كان العرب وقريش كانوا يأخذ الأولاد ويجعلهم يسترضعوا؟ من الأسباب حتى يسمع اللغة العربية، لأن الولد الصغير الآن يخزن المعلومات، هذا أولا. ثانيا القدوة الصالحة، كيف يعني تريد المرأة من ابنها أن يحفظ القرآن وهي لا تحفظ؟ كيف؟ لا، لابد أن نبدأ نحن أولا نحفظ نحن، ونأتي نتسابق مع الأولاد، ماذا حفظت؟ تسمع لي أسمع لك، لماذا لا نصلي سويا قيام الليل مثلا؟ يصح أن يصلى قيام الليل جماعة أحيانا في البيوت في غير رمضان طبعا، يصح هذا، الأب إذا كان يحفظ، الأم تحفظ تراجع، فيرى الأولاد منا هذا. الإشكال أننا الآن الأولاد تربوا على ماذا؟ على الجوالات، على اللعب، لماذا؟ لأنه يرى الوالدين على هذا. لا، نجعل وقت أغلب الأوقات للقرآن، للمراجعة، للصلاة، للاستغفار. وما ولا يمنع بعض الناس أنه يعمل وهو يقرأ القرآن، المرأة مثلا تطبخ وهي تقرأ القرآن، ما الإشكال؟ صحيح؟ لا إشكال في هذا، وهي تمشي وهي ترجع أو تستمع، فهذا يعني يجعل هذا البيت بيت قرآن. وقلنا كل من أكثر من شيء عرف به، ففي بعض البيوت نقول هذا البيت بيت موسيقى، نسأل الله العافية والسلام، فيه الشياطين، وبعض البيوت نعرف أن هذا البيت بيت قرآن، يقال هذا بيت القرآن ودائما اجتماع فيه على القرآن، لا غيبة ولا نميمة ولا غير هذا. ايش عبايات؟ بالنسبة للباس المرأة المسلمة، لباس المرأة المسلمة يعني نحن نعرف أن هذا اللباس وهذه العباية جاءت لستر المرأة المسلمة، لعفتها حتى تصان وحتى لا يتعرض لها أحد بالأذية. وكل ما كانت يعني في حشمة، كل ما يعني احترمها الناس ولم يتعرضوا لها. ونأتي إلى الصنف الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات، يعني هي كاسية لكنها عارية، نسأل الله العافية والسلام، يعني لم تنتفع بهذا اللباس. فهذا اللباس العباءة هذه هي يعني صيانة للمرأة المسلمة، والله سبحانه وتعالى أمر بهذا، ومن يتق الله يجعل له مخرج يرزقه من حيث لا يحتسب. ولماذا يعني يصنع هؤلاء أعداء الإسلام هذه العباءات لنا، العباء المخصرة والمزخرفة؟ والله يعني ما لا أدري ماذا أقول، إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرنا الحق حقا ورزقنا اتباع، الباطل باطلا ورزقنا اجتناب. هذا كله من الشيطان إذا لم نتعاون، ويوصي بعضنا البعض بالمعروف وننهى عن المنكر. لأن هذه المرأة إذا كانت تسير مع مرأة سافرة مثلا، أو مرأة تلبس يعني هذه العباءة المخصرة والمزخرفة، إذا لم ننكر على هذه المرأة نحن،
هي بعد أيام ستنكر علينا العباءة الغير مخصرة وغير مزخرفة، تقول لماذا تلبسي هذه العباءة وكذا. فلا بد أن نبدأ نحن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن على ما توجب الشريعة، بالنصح، بالكلمة الطيبة، بإرسال حديث مثلا، آية، كلمة لعالم من العلماء. إذا أردنا الإصلاح وفقنا الله سبحانه وتعالى. فالآن ليس معنى هذا أن التي تلبس العباءة المخصرة يعني أننا لا نجلس معها ولا نكلمها، لا، فلا بد أن نتعاون، لا بد أن نتناصح، نكون يد واحدة. لماذا يا أختي تلبسي هذه العباءة؟ والله هذه لا تليق بك، أنت من أهل القرآن، أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تقتدي بأمهات المؤمنين، تقتدي بالصحابيات رضوان الله عليهن، لابد أن تصنعي ما أمرك الله سبحانه وتعالى به. وعلى هذا يعني نسير، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لي ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.